السلام عليكم. ما خدش حقه عبد الرحمن فهمي يا جماعة، ولو مين قال أو حكى أو روى أو أكد أو نفى، مفيش غير حقيقة واحدة ماثلة، إنه بطل ثورة 1919 الحقيقي وزعمها الفعلي على الأرض هو هذا الرجل المنسي عبد الرحمن فهمي. بالمناسبة عبد الرحمن فهمي كان مدير مديرية الجيزة سنة 1911، يعني محافظ الجيزة دلوقتي، يعني في نفس المقام والمنصب يعني. وطردوا الإنجليز طبعا من مديرية الجيزة باعتباره يعني رجل صاحب شخصية وموقف، وبيواجه الإنجليز في وقت يعني عزهم وسطوتهم وقوتهم، فاتنقل من المرحلة دي إلى أنه يشتغل في وزارة الأوقاف. الخديوي هو اللي عينه في وزارة الأوقاف، لكن الخديوي هو اللي رفضه من وزارة الأوقاف أو دفعه للرفض بعدها ما فيش سنة، لأنه رفض كل محاولات الخديوي في أنه يتدخل ويتربح من وزارة الأوقاف. المعنى هنا إيه؟ المعنى هنا أنه راجل حر وشخصية قوية، كمان أنه مش بس مدير مديرية الجيزة، ده لف مصر كلها في مناصب وكيل مديرية مدير مديرية، فكان عارفها شارع شارع وزقاق زقاق، وبشر في القرى والفلاحين زي في المدن وعند البشوات. وعشان كده لما انفجرت ثورة 19 كان عبد الرحمن فهمي عارف وفاهم مصر كما كف إيده، لدرجة إن هو بقى مسؤول ثورة 19 على الأرض. سعد الزغلول اتنفى هو وزملائه واصحابه، لكن طيب مين اللي كان هنا في مصر بينظم العمل الثوري؟ مين اللي كان بينظم المظاهرات؟ مين اللي كان بيقول المظاهرات تخرج من هنا لهنا وتقعد لغاية كذا؟ مين اللي كان بيقول المدارس اللي تخرج والمصانع اللي يخرج منها العمال؟ مين اللي حدد خريطة العمل الوطني انه احنا هنحاول اغتيال الضباط والعساكر الانجليز فلان وفلان في الحتة الفلانية ودي المقاومة؟ احنا هنعمل عمليات تهديد وترويع للي عايز يعيد الانجليز في مواجهة الثورة من حتى المصريين والسياسيين المصريين، شيء مرفوض طبعا، لكن في المحصلة هو اللي كان قائد ده كله. من لما جم من الانجليز بعتوا لجنة ميلنر عشان تناقش وتفاوض المصريين وتسمع رأيهم، مين اللي قاطع اللجنة دي؟ مين اللي خلى 14 مليون مصري ما يكلموهاش؟ معجزة عبد الرحمن فهمي. اذا كان بيعمل ده كيف كان يفعل الرجل مثل هذا وهو كمان في عمل سري لا أحد يعرفه ولا أحد يعرف قيمة ما يقوم به ولا الدور الهائل الجبار اللي بيعمله حتى في تغيير مسار ثورة 19؟ لأنه سعد زغلول في النفي على مدى السنة والسنتين حصل له نقاط ضعف، محاولة لإظهار الاعتدال أو التراجع أو التنازل، يأس وإحباط شديد جدا لدرجة كان بيبعت تلغرافات عشان تتزع على الأمة. طبعا كل الكلام ده كان لازم يوصل لعبد الرحمن فهمي الأول عشان يتزع على الأمة يبان منها وكأنه ضعف وتراجع. مين اللي كان بيغير في البرقيات دي؟ مين اللي كان بيمنعها أساسا علشان ما يأثرش في معنويات المصريين؟ مين اللي كان بيتشدد ويعلي درجة التفاوض إلى أعلى درجة ممكنة؟ هو عبد الرحمن فهمي، ويجبر سعد زغلول على ذلك ويقول له الأمة ترفض. الوحيد اللي كان يرفض ما يسمح به أو يريده سعد زغلول، الوحيد اللي كان بيقف ضده وينصحه بالعكس بل ويكاد يقنعه بالعكس، هو عبد الرحمن فهمي. كان بيتواصل مع سعد زغلول عن طريق الحبر السري، كان بيكتب مية البصل أياميه، عن طريق مجلات فرنساوي كان بيبعتها سعد زغلول من المنفى لموظف في جامعة القاهرة كلفه بيها الحكاية دي عبد الرحمن فهمي، فكان بيشوف كل الاتصالات والتواصلات بالسرية التامة بينه وبين سعد زغلول، لدرجة ان زملاء سعد زغلول في المنفى ما يعرفوش اصلا، وسعد زغلول ينفي مسؤوليته عن اي عنف عن اي عمل هم رافضينه وبيحصل في الشارع، انا ماليش دعوه بيه، بينما هو اللي متفق معاه عبد الرحمن فهمي عليه. لدرجة ان الانجليز بقى اخيرا اكتشفوا عبد الرحمن فهمي وحكموه وحكموا عليه بالاعدام، ولم يخرج الرجل من السجن بعدما خفف الاعدام الى 15 سنه سجن، لم يخرج الا بعوده سعد زغلول، مش من المنفى، لا، بعودته ويصبح بعدها رئيس لوزراء مصر 1924. يخرج عبد الرحمن فهمي من السجن، الراجل اللي كان عامل في ثوره 19 حاجه اسمها المجلس الاعلى للاغتيالات. مجلس أعلى الاغتيال بيحدد ويختار يختالوا مين، واجتماع مين النهاردة نختاله ومين بكرة نختاله. هذا الرجل خرج من السجن، طبعا أول انتخابات تم انتخابه في دائرة عبدين، ثم حدث الاختلاف الكبير العميق بينه وبين سعد زغلول. الرجل طبعا حس أنه ما خدش حقه، لا خد منصب ولا خد مكانة ولا أي شيء على الإطلاق،
ثم إذا سعد زغلول وكأنه يدرك دور عبد الرحمن فهمي وقوته وقدرته، فمش عايز يبقى فيه قوة مناوئة له ولا قوة معارضة له، إذا عبد الرحمن فهمي بيتباعد عنه بينشقه، لدرجة أنه عبد الرحمن فهمي بعد كده بيرشح نفسه في دائرة من الدائرة الانتخابية، سعد زغلول ينزل مرشح مجهول ضده، وطبعا يتهزم عبد الرحمن فهمي ويعتزل عبد الرحمن فهمي السياسة، ويبقى في ضمير ووجدان التاريخ المصري كله هذا الرجل المنسي اللي كان قائد ثورة انتهى بيه الأمر إلى اعتزال السياسة، لدرجة أنه بعد شوية لما بيرجع للأحزاب اللي انشقت عن سعد الزغلول وينتمي إليها، ثم يصبح في نهاية عمره رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف، يمضي في شوارع القاهرة دون أن يعلم أحد أن هذا الرجل المتواضع المسن اللي ماشي في هذا الشارع في هذا الطريق في هذا الزقاق هو صانع ثورة وبطل ثورة نسيته الثورة ونساه أهل هذه الثورة، ما خدش حقه.